يا ابني اللي جوه. أوامرك يا حاج. مين شاي بسرعة. وعندك شاي بوسطة سكر برا. اللي أنت بتقوله ده حاجة كلام موزون، وده اللي أنا بفكر أعمله. طب أنت يا فواز ما سألتش نفسك الناس دي غرضهم إيه؟ أنا محيرني يا حاج. يا ابني تحتار ليه؟ ما احنا هنا ماشيين زي الفل اهو. بس شغلنا عالضيق وانا نفسي اكبره. اي بس ما يبقاش على حساب اسمك هنا. لا هو اللي انا بفكر فيه ازاي اكسب هنا واكسب هناك. بس بقى لازم تاخد بالك من حاجه خلاص. المثل بيقول ايه؟ الطمع يلي ما جمع. وانت يا ابني شقيت قوي على ما جمعت اللي انت فيه ده. حرام حرام يا ابني. فكر كويس يا فواز قبل ما تخطي اي خطوه. على العموم برضه دورها في دماغك. دورها لحد الصبح. وفي الشركه نقعد مع مرسي وزكي وندرسها مظبوط. واللي فيه الخير يقدمه لك. يا رب يا ابني يا رب. بقول لك ايه يا فواز؟ انت بقالك كتير ما اتغلبتش مني، ايه رايك في عشرتين دومنا ولا طاوله؟ لا وشوف الدخله، بقالك كتير ما اتغلبتش عشرتين مني. يا حاجه انا ورايا عروسه دلوقتي، اعمل معاها ايه دي بقى؟ اوبا انا ناسي ان وراك ماتش اهم. لا بس ابنك حريف، هاتريك. هاتريك؟ يا خوفي يا خوفي اللي هيزنقوك في خانه اليك بالثلاثه. وحياتك يا ابني وحياتك. ناخدهم لك الأربعة خشب. هاتريك. السلام عليكم. سلام يا هاتريك. بلادي. ما ترتاحي يا ستي وتسيبيني أعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسة الجديدة خليها تيجي تطفح. يا قلبك بتعملي لها العشاء بنفسك كمان. زينب. قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. خوري من وشي يا زينب، خوري! ده انتوا عيله تشيلي. مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما راح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما راح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطري اني جايه معك. تفضلي. استني يا ستة افتحلك. تفضلي. بدي انطر فواز. ككفرة لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. اشتقتلك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده. بس خفي شوية. أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حابسة حالي بالأوضة، لك خايفة أقدر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة، نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك إيه؟ أنت وحشتيني أوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل واحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة.
مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا اختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحة يا حبيبتي؟ فين سميحة؟ عليك الواد تعبني قوي يا فوز لحد ما نام غلبني الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه حته منه اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. اه وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفة ولا ايه؟ ده الليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. بسم الله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري انما ايه عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي فول دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقك. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه يحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمه قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل بلع العصير من خد العصير. قربي لي الفول. يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول؟ لا ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه. ونزلت كده. كنت نيه برضه. لا 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 لا، اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل في وشي غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم يوجعني كتير يا فواز. ما توهميش نفسك فعلا. وهو لاهلي كمان شغلين بالي، عم دقلهم ما حدا عم برد. ما هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بلاش الميه اديها العصير، بلاش الجبنه، بلاش الفل الحج. يا ولاد انهار قلتلي مش فاهم. انهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصره؟ نهار والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلادي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبة حنفرجها غسلنا الوسخ على أول مرة. ما تطلعي زرابيني يا نهار وانت عارفاها. تسلمني يا اخويا زرابينك تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه، مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه. اوعى انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس